يا ونموت بس يرجع وطننا مثل العروس محنا بليلة عنا حنا النشامى يا وطننا حنا سكت الكلام والبارود يغنى حنا النشامى يا وطننا حنا سكت الكلام والبارود يغنى هذا الزيتون زرعناه مرتين عمره سنتين هذا الزيتون جرفوه وزرعناه كمان مرة هذا بقى شجر زيتون كبير 50 سنة وبرضه جددناه كمان مرة مرتين يعني وتجرفت وجددناها الثالثة وطول ما احنا عايشين بدنا نجدد الزيتون ونزرع في بلد في بلدنا في 2006 انا دمروا لي بيت من 3 طوابق واعتقلت حوالي 48 ساعة فارس بعدين طلعت بعض الأحيان واحنا بنزرع حنطة كانوا بيطلقوا علينا النار قبل التهدئة كان حوالي 4000 شجرة تم تدميرهم بالكامل هذا كمان الشجر اللي احنا شايفينه كمان تدمرنا وعاد تأهيله من جاي من مضاف بعد كيلو ممنوع زراعة في التهدئة صار شيء يعني نوعا ما صارت الناس تتحرك وتزرع بتأيس يعني ما يسهل يعني لو خربت التهدئة هذا الشجر حيتدمر كمان المزارع المجاورة يمكن تقريبا فيها حوالي يمكن 150-200 ألف شجرة تم تدميرهم بالكامل ولا شجرة ثم بالرغم من أنه صجرنا الأرض اللي كانت مجرفة لأنه عادوا تجريفها أشكر جميع المتضامنين مع الشعب الفلسطيني اللي بيجوا في قطاع غزة ونشكرهم كثيرا جزيل الشكر